قال رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى أنه لا يتصور تحقيق أغلبية في البرلمان المقبل خارج التحالف الرئاسي الذي ينتمي إليه حزبه، كما توقع أويحيى في تصريح للإذاعة الرسمية أن تبلغ نسبة المشاركة 60%، ويتكون التحالف الرئاسي من 3 أحزاب هي جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي وحركة مجتمع السلم. ومعنا من جنيف دهينا مراد، أكاديمي جزائري معارض. سيد مراد، برأيك من أين له هذا اليقين سيد أويحيى؟ السلام عليكم، تحية طيبة. أولا لابد من التذكير بأن أحمد أويحيى هو الواجهة الشبه المدنية للسلطة الفعلية في الجزائر، أي جهاز المخابرات، وعرف الرجل كذلك بأنه دائما تسند إليه ما يسمى بحد تعبيره حتى رجالات السلطة بالمهام القذرة. وطبعا تلاعبه بالأرقام ليس بالجديد بالنسبة للساحة الجزائرية، الساحة السياسية، فالرجل قاد حزب الـRND، التجمع الذي يقوده، في انتخابات 97 وعرفت تزويرا يعني كبيرا، وكذلك تلاعب بالأرقام في عدة مناسبات، حتى أنه قبيل يعني مجيء السيد بوتفليقة كان يصرح أن الأزمة الجزائرية كلفت فقط 26 ولكن مع هذا، عفوا السيد مراد، يعني مع هذا المشهد السياسي القائم الآن، يعني ليس بعيد عما وصفه ويعتقده السيد أويحيى، يعني الكثيرون يرون أنه لا مجال لأي اختراق سياسي في الانتخابات القادمة. طبعا هو لديه المعلومات التي تأتيه من السلطة الفعلية والتي تكرس بقاءه وبقاء تحالفه في السلطة في جو سياسي متعفن قائم على أساسا على الإبقاء على حالة الطوارئ التي طبعا تتنافى مع أي مسعى ديمقراطي وحر حقيقي. والسيد أويحيى ما هو إلا طبعا أداة من هذه الأدوات التي تبقي على وضع ليس بالطبيعي بالنسبة للساحة السياسية الجزائرية. يعني أنتم مثلا هل ترون عكس ما قاله السيد أويحيى، يعني عمليا على الأرض، يعني بأكثر ربما واقعية؟ طبعا أنا كما قلت أنا أعطيت ويمكن أعطي أمثلة أخرى من تلاعب أويحيى بالأرقام، سواء بالنسبة للتكلفة الإجرام الذي وقع في الجزائر والذي كان هو طبعا من الذين كانت لهم مسؤوليات في هذا المجال، وكذلك تلاعبه بالأرقام ليس بالجديد. وآخر مثال كان عندما انسحب من رسالة أو أنه ألغيت مهامه كرئيس الحكومة، صرح بممتلكاته وذكر أرقاما كانت مهزلة بالنسبة للشارع الجزائري، وأن الرجل مثلا لا يملك حتى سيارة ولا بيت إلى غير ذلك. فكل ما يأتي به أويحيى وهو يعني مسخر لذلك كواجهة شبه مدنية للسلطة. نعم، ولكن يعني هل نفهم من كلامك أن هناك قوى سياسية أخرى يعني يمكن أن تبرز ولكنها مقموعة؟ لا وجود لأي قوة سياسية اليوم في الجزائر يا سيدي، فالقوة السياسية الوحيدة المتسلطة هي التابعة للنظام العسكراتي الذي يسير كل الأمور من وراء ستار، وله طبعا أوجه شبه سياسية، لكن الحياة السياسية الفعلية منعدمة في الجزائر، ولدينا أدلة كثيرة على ذلك. وحتى الذين يعني راهنوا على مؤخرا على ما سمي بقانون يعني المصالحة فوجئوا حتى بتعنت النظام وعدم تفتحه حتى بالنسبة لهؤلاء. فالأمر باقي على ما كان عليه، بل أنه قد نخشى أن تزيد الأمور تدهورا بالإبقاء على أمثال أويحيى في الواجهة في يعني في مقدمة الواجهة السياسية الجزائرية. سيد مراد أو دهينا مراد، عفوا، الأكاديمي الجزائري المعارض من جنيف، شكرا لك على هذه المداخلة.